الهش والتتويج للاتحاد الذي توج ايضا بكاس العرب. كره من هناك لمصلحه المولوديه، محاوله بناء العمل الهجومي بوغاش على الجهه اليسرى، ممتاز بوغاش يعود الى الخلف، تعود الكره في وسط الميدان بها المساحات الشاغره رائعه، ولكن تغطيه من خوالد، رائع خوالد يبعد هذه الكره، البحث عن جديات ولكن الخطا موجود على كودري. كودري والخطا قريب للحكم بعد هذا التدخل والعرقله، الصراع موجود، خطا تكتيكي لتكسير عمليه هجوميه مضاده خاصه الظاهرين، ظاهر الايمن ظاهر الايسر تاع مولوديه الجزائر، اللي رانا نشوفوا رقابه فرديه، لاعب سوكال على اللاعب حشود واللاعب قاسمي على اللاعب بصغير. كوربيس يراقب في الدقائق الاولى، الاربع دقائق الاولى، الشافعي، كودري، خوالد، أبان عن إمكانيات كبيرة مع المنتخب الوطني الجزائري، يلعب كرة ساقطة ولكن الدفاع يتدخل، بشيري لإبعاد الكرة للحظة فقط، تعود لمصلحة الاتحاد بالخطأ، هذه الكرة إلى رمي التماس بعد تدخل من كودري لمصلحة المولودية. الاتحاد هو الذي يستضيف المولودية اليوم فوق ملعب خمسة جويليا بحضور جماهير غفيرة جدا من أنصار الفريقين. البحث عن يحيى شريف من هناك، توصل الكره لبوغاش، يحضر بوغاش، يراوغ بوغاش، يمر بوغاش، يلعب يحيى شريف، ها رايه مرفوعه وضعي التسلل من يشير، يقول الحكم المساعد الاول السيد بودبوس فاروق. تغيير الاماكن جمال اللي تكلمنا عليها في البدايه، يحيى شريف مع بوغاش، لما يحيى شريف يطلب الكره على الجناح الايسر بوغاش يولي كقلب هجوم ثاني، هذه الكلام تغيير الاماكن، ولما يكون عندهم الكره يطلبوا الكرات في عمق في ظهر الدفاع. زيما مش الكرة طويلة مباشرة لزميله من الجانب الآخر الجميلي الهواري، حارس مرمى المولودية تلعب الكرة في الوسط لبوشما، ينتظر المساندة، يعود إلى الخلف، يستنجد بالدفاع بخوالد، خوالد أمام الشافعي، تبادل الكرة بين عناصر الدفاع إلى فهم بوعزة، وصلت خوالد من جديد متحرك على الجهة اليمنى، فرحات انطلق ولكن هناك مضايقة من بوغاش، الرقابة والمتابعة، برموسا خطير، برموسا عندما ينطلق مبدأ الأفضلية يقول الحكم، ولكن الكرة بالخطأ لجديات ورمي التماس للمولودية. لعب بالموسى اللي جاب الاضافه لما تكون عنده الكره، لاعب سريع سريع وقوي قوي، وخاصه التمريرات.